تعال نروح على كل الإعلانات اللي انت شايفها في الشارع. فوي فوي فوي، الفيلم اللي بيمثل مصر في الأوسكار لأفضل فيلم إن شاء الله عالمي 2024، مخرجنا المتميز عمر هلال. ازيك يا عمر؟ مساء الجمال، مساء السعادة. عامل ايه يا عمر؟ اخبارك ايه؟ انا بخير، لو انتم بخير الحمد لله. والله احنا الحمد لله، ويمكن في بشاره مش عارف كده، انت سمعت خدت بالك اما بقول لعمرو سلامه تقول طب انت بتحكم في اوسكار هتعمل ايه مع فوي فوي فوي؟ اي لا انا ممنوع اقول اي حاجه بس تحيا مصر. لا ده عمرو راجل اصيل. طبعا طبعا كبجاره العاده. قول لي ايه قصه المشاركه في اوسكار؟ انت عارف احنا دايما طول عمرنا في مصر نقول ايه الفيلم المصري عايزينه يشارك في اوسكار، وطبعا في اساطير كتير على مساله عدم مشاركتنا ببعض من كبريات الافلام اللي انتجناها على مدار تاريخنا، في اساطير مغلوطه كتير بتتقال. فهرجع على قصه فوي فوي فوي. يس، انا هقول لحضرتك حاجه. قول لي. انا في قمه السعاده انه ده حصل. انا ما اعرفش، يعني انا ما كنتش اعرف اصلا ان اللجنه هتنعقد وهيعملوا هياخدوا هذا القرار. لكن يعني لما جالي رساله قبل الاعلان بدقيقه على الفيسبوك، جالي رساله بتقول لي مبروك. قلت مبروك مبروك ايه؟ في ايه؟ وبعدها جالي الخبر انه احنا اترشحنا للاوسكار. بصراحه يعني شديده، يعني اشعرت ودمعت انت مش متخيل مدى السعاده بتاعتي انه ده هو حلمي، مش فقط ان انا اعمل فيلم. طبعا ده اول فيلم لي، مش فقط ان انا اعمل فيلم، ان انا اعمل فيلم يمثل مصر في الاوسكار. يعني مفيش حلم اكبر من ده، الله اكبر يتحقق. ما شاء الله ما شاء الله، مفيش اكتر من كده. صحيح انه يبقى اول فيلم ويخش يترشح، ده في حد ذاته انجاز عظيم. خدنا الجايزه بعد الشر، ما خدناش احنا مع اول مره دخلنا على الاوسكار على طول. دي 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 لوحدها يا فندم حاجه عظيمه. بس انا عاوز اقول حاجه. قول. احنا بنبتدي السباق، احنا عشان في ناس كتيره قاعده فاكره ان احنا كده خلاص احنا ها هناخد الجايزه ولا لا. لا، احنا بنبتدي السباق. صح. ومحتاج دعوات كل المصريين، كل قلوبنا معاك، الفيلم بتاعنا يكمل. هي زي تصفيات كاس العالم. صح. فانت هتخش مرحله وهتصفي، بعدين هيعملوا بقى اللي هو بيسموه ذا لونج ليست، وبعدين الشورت ليست اللي هي الخمسه الاخرانيين. فاحنا املنا في ربنا انه هو طبعا كده الفيلم هيتشاف ان شاء الله، هو اللجنه او اللي هي اسمها ذا اكاديمي هيتفرجوا على الفيلم. اكيد ده في حد ذاته يعني وسام على صدري ان انا بمثل مصر في صحيح. في الحته دي. نوصل لللونج ليست، هو ده الامل، لان اللونج ليست بقى معناها ان كل الاكاديمي هتتفرج عليه. صح. يعني العمالقه اللي احنا بنحلم نبقى زيهم، اذا كان سبيلبرج ولا ديكابريو ولا ميريل ستريب ولا شوف انت عاوز تقول مين، كلهم لازم يتفرجوا عليه. فده حلم الحمد لله، يعني يا رب يتحقق. ده واحد زي حالاتي بيحلم ان هو يبقى مثلا معدي في برودواي فيلاقي ميريل ستريب داخله المسرح، اي حاجه يعني اشوفها بس وهي معديه، او انه ليوناردو كابريو يروح مثلا نشوفه بيركب عربيه، يعني واقول لهم مش انا شفت ليوناردو في الشارع؟ فتخيل ان الناس دي لو انا مكانك فعلا وانا صانع الفيلم هبقى قاعد اللي هو ايه، انا كفايه عليا ان هم هيتفرجوا. بالظبط بالظبط والله العظيم. وان هم يقولوا ان البلد دي الله، هو ايه ده، احنا لازم نشوف الناس دي اكتر، وان احنا ان صناع السينما المصريين يتشجعوا الى ان هو يبقى هو ده الهدف. طبعا ان احنا نعمل سينما فيها انترتينمنت مسليه، وفي نفس الوقت بتناقش حاجه، مش ان انا اول واحد يعملها، محدش يحط الكلام ده في عليا. لكن يمكن انا الحمد لله ربنا وفقني وفي الفيلم ده احسنت صنعها، لكن احنا محتاجين افلام اكتر. ممكن تهزر هزر زي ما انت عاوز، بس تعالى نتكلم بس في موضوع جد شويه. انا معاك 100%، خصوصا انه احنا عمليا فوي عمر هلال
فتح السكه، وبالتالي هيفتح الشهيه بتاعه الكل ان هم يخشوا، وخصوصا انه كمان ده هيدي امل اكبر لكل الصناع انه ايوه احنا الافلام بتاعتنا تقدر تخش، احنا عندنا تاريخ سينمائي طويل وعريق وعظيم كسينما مصريه، ما فيش شك في ده على الاطلاق. بلا شك. انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ يوسف. قول. انا فيلم زي يوم مر يوم حلو ده، ازاي يوم مر يوم حلو ده ما خدش اوسكار؟ ازاي الكيف ما دخلش؟ ثرثره فوق النيل ازاي؟ يعني دي افلام والله العظيم يعني مش ممكنة. وعلى فكرة في غيرها، لكن أنا بالنسبة لي أنا إزاي يوم مر يوم حلو ده، إزاي الفيلم ده مش طول النهار بنتفرج عليه زي ما بنتكلم على كوروساوا عمل كذا في سنة كذا، ولا جودار عمل إيه في سنة كذا؟ ده بنفس الليفل، بنفس الليفل. أنا معاك 100%. يوم مر ويوم حلو ده واحد من أهم الأفلام اللي أنا شفتها في حياتي حقيقي. بالظبط. انت عارف اصل انا بص بالضبط. انا لو صح تعبير يعني انا خاناوي جدا، محمد خان بالنسبه لي حدوته عظيم. فبقعد طول الوقت طبعا. اقول مثلا على سبيل المثال خرج ولم يعد ازاي ما دخلش اوسكار؟ ازاي؟ بص هقول لحضرتك حاجه، تعالى برضه نرجع ونقول حاجه، هنقول حاجه بس معلش يا استاذ يوسف، حاجه كفر نحوم بتاع الفنانه نادين لبكي بتاع نادين من 3-4 سنين وصل للخمسه الاخرانيين. وصل، لكن طلع له من حظه انه الفونسو كوارون عمل سنتها فيلم رائع برضو اسمه روما. اوكي. انا في نظري انا روما كان المفروض يكسب البيست بيكتشر اللي هي كسبها ذا جرين بوك اعتقد. لو كان روما كسب البيست بيكتشر كان بلا شك كفر نحوم كسب. بلا شك. لانه يستاهل. يستاهل جدا. فاعتقد ان احنا اللي يعني ربنا يكرم ان شاء الله. واعتقد انه الميكس بتاع الفيلم ده اللي هو فيلم اسمه مكتوب اسمه اسباني لكن هو عربي بيناقش قضيه عالميه، قضيه هجره غير شرعيه دي في كل العالم. انت طبعا الهند وباكستان وسريلانكا فيها والمغرب وتونس ما بين امريكا والمكسيك بالظبط المكسيك والولايات المتحده الامريكيه، يعني كل بقاع العالم تقريبا عندها مساله الهجره غير الشرعيه، يمكن باستثناء بالضبط. استراليا ونيوزيلندا بعاد قوي على انه حد يفكر يهجر لهم بشكل غير شرعي يعني. يعني هتبقى امواج متلاطمه فمش هيقدر يعمل ده. عمر انا مبسوط ان احنا اتكلمنا، واتمنى حقيقي من قلبي ان انتوا تاخدوا الجائزه باذن الله، جائزه محترمه او على الاقل تقدير تبقى ادعي ان شاء الله يوسف ان احنا نترشح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، واتمنى باذن الله على لقاء قريب جدا 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 قوي خالص. اشكرك جدا مخرج المصري، مش هقول على اعتاب العالميه، هو عالمي الحقيقه، عمر هلال.